بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم، نرحب بكم في دورة جديدة من تنظيم جمعية نسير تكنولوجيا التربية الحديثة، وهي ورشة التربية المهنية. اليوم معكم في الإشراف في هذه الورشة معكم رئيس الجمعية إدريس مين سكلي، والمدربة إيمان البوعزيز، وكاتب عام الجمعية نادية الهاشمي. وهذه الورشة تقدمها لنا اليوم الأستاذة سكينة محمد عبد الوهاب، وهي معلمة رياضيات في مدرسة كفر الجمال الرسمية للغات محافظة الإقليبية، إن شاء الله ما قلتهاش بالخاطئ. أتركها تكمل تعريفها بنفسها. مرحبا بك أستاذة سكينة، نتشرف بتواجدك معنا. السلام عليكم. لا طبعا ما قلتيهاش صحيحة، لكن طبعا مجتهدة. أشكرك أستاذة ياسمين، أشكر كل القائمين على التدريب الرائع ده وعلى الورشة النهاردة. إن شاء الله أتمنى أكون عند حسن ظن حضراتكم. معاكم سكينة محمد عبد الوهاب عصر، مدرس رياضيات كفر جمال رسمية للغات محافظة القليوبية مصر، مدرب معتمد مايكروسوفت ومدرب منظومة جديدة التعليم الجديد 2.0، وسعيد أني معاكم النهاردة في الجمعية التونسية، وإن شاء الله نكون النهاردة في يوم تدريبي مختلف وعايزة تفاعل من كل الحاضرين، وبرحب بيهم طبعا كل الحضور. أنا هنتظر شوية على بال بس الحضور ما يكتمل العدد كويس، وهنزل رابط في الشات دلوقتي نعمل عملية تعارف زي ما حضراتكم اتعرفتوا عليا. أنا كمان عايزة أتعرف عليكم. طبعا سعيدة اني في وسطكم النهاردة. انا انتظر بس ثواني الاذان بس عشان الصوت، ومعاكم بعد ثواني. واضح. مرحبا بك أستاذة سكينة، نحن سعداء بتواجدك معنا. فقط للإعلام أن بالنسبة لتسجيل الحصة الفارطة اليوم الاثنين، حصة التعليم التفاعلي باللورنينغ اللي قدمتها، سيكون الليلة موجود على اليوتيوب. نحن الآن في صدد تنزيله إن شاء الله، وجدنا التسجيل وسنواصل إن شاء الله مع الحصة الثانية. وعدتكم بذلك، لكن لا أعرف متى، ربما في نهاية هذا الأسبوع، ربما سنقوم بتوقيعها حتى أسبوعين آخرين. سنعلمكم إن شاء الله خلال هذا الأسبوع بالموعد. كما سيكون الأسبوع القادم موعد الإعلان عن مسابقة عيد الأضحى، صارت النتائج جاهزة وسنعلنها بالتعاون وتشارك مع منصة الوكلت، وهناك هدايا من طرفهم، سنعلن عنها خلال آخر هذا الأسبوع إن شاء الله. سيدة سكينة لم تضعي لنا الرابط. ثواني حالا. هستأذنك أستاذتي، هتضغطي على الرابط حضرتك وتشيره لي عشان نتعرف مع بعض ونشوف الناس اللي هتتفاعل معانا. عايزة حضراتكم بس نكتب الاسم والوظيفة أو الاسم والدولة زي ما حضراتكم تحبوا.
أستاذة ياسمين، وصل الرابط في الشات؟ نعم، وصل رابط الشات، وأنا أحاول أعمل أوكي، هعمل شير. بس يعني احنا عددنا مش كتير، فهناخد بس سرعة كده. الآن هطلب من حضراتكم. أوكي، في أول ما هنضغط على الرابط هلاقي علامة بلس، هضغط على علامة البلس دي وهسجل اسمي، أكتب اسمي وأكتب الدولة. عايزين تكتبوا الوظيفة زي ما حضراتكم تحبوا، يعني الكلمة اللي أنت عايز تقولها اتفضل من علامة البلس اللي موجودة دي. يريد أشوف واضحة الشاشة. الاشتراكات. نعم واضحة واضحة. واضحة حضرتك. نعم. الأستاذة عبير أيوة. فاروق، نعم، الأستاذة عبير فاروق معلمة في الكويت، محاضرة رائعة، وجزاكم الله كل خير، شكرا لك. من مصر زينب أحمد رضوان، مرحبا بك. إناس مراد، أستاذ مدارس ابتدائية لغة عربية من تونس. نعيمة ذويب، أستاذة أولى فوق الرتبة المدارس الابتدائية من تونس المتلوي، جزاكم كل خير، بارك الله فيكم ولكم. شادي عبد الكريم مهران أحمد محمد، خبير رئيس قسم الإحصاء بسوهاج مصر. إن كانت واضحة لديك بإمكانك أنت القراءة كما لا تريد. عادي، انا مستمتعه بقراءتك، انا معاكي، هي واضحه ليا وانا معاكي، ما تكملي. انا برحب طبعا بكل اللي شاركوا. نعم. عصام المحمدي معلم من تونس، شكرا على الإفادة، شكرا لك. أسمى خولة بيشة، أستاذ مدارس ابتدائية من تونس. من أيضا لم نقرأه. سندس سباعي من القيروان تونس، مدربة ومكونة في الطفولة، مرحبا بك. نجوى أستاذة، نجوى أستاذة تعليم ابتدائي من تونس، مرحبا بك. مروة العابد مدرسة لغة إنجليزية في تونس، مرحبا بك. نعيمة ذويب، أستاذة أولى فوق الرتبة المدارس الابتدائية من تونس، مرحبا بك أيضا. إبراهيم المحمد من سوريا، مرحبا بك ومرحبا بأهلنا بسوريا. مازالت غير واضحة. محمد توفيق التائب، معلم عربية مختص، لم تظهر لي، هربت، أعتذر، لم أجدها. أستاذ محمد، أستاذ محمد توفيق التائب، لم أجد ما كتب، لكن أستاذ محمد توفيق التائب هو مدرس، أستاذ أول فقرة أظن المدارس الابتدائية، وهو معلم من جربة، وهو مشرف على هذه الجمعية، ومن أول القادة في هذه الجمعية، وهو خطاط الجمعية، مدربنا في الخط العربي. أهلا نادر حضرتك. معلمة من تونس. نجاح جبريل، مفتش رياض من ليبيا، مرحبا بك ولليبيا، تحية لجارتنا في ليبيا. من أيضا، من لم نقرأ. إيناس الجلولي، أستاذة أولى فوق الرتبة من تونس، مرحبا بك. لطيف المشرقي من تونس، مرحبا بك. محمد الجراد، موظف وزارة التربية، مرحبا بك، وشريك معنا أيضا في الجمعية. عبير مرزوقي، أستاذة تعليم ابتدائي وهي من الكاف، مرحبا بك. لورا عبد الخالق من لبنان، منسقة ومعلمة لغة عربية، مرحبا بك أيضا. بثينة المرعي، مرحبا بك دائما معنا. فتحية سعيدان، أستاذ أول فاق الرتبة من تونس، مرحبا بك. مباركة بن رحومة من تونس كذلك، مرحبا. سنرى إن كنا نسينا أو سهونا على أي اسم. مرحبا بكل المشاركات الجميلة دي، كلامكم رائع وأنا مبسوطة بيه. مروة عامر، معلمة كمبيوتر والتكنولوجيا معلومات من مصر، وهي مدربة معنا في الجمعية، مرحبا أهلا بك. بكم مروة، طبعا صديقة ليا. أهلا بكم. ريما من تونس أيضا. من أنا شاركت الرابط تاني عشان المجموعة اللي انضمت، فكملوا حتى لو احنا خرجنا من النقطة دي. أنا عايزاكم تكملوا كلنا نشارك، وعايزة كل واحد يقول لي كلمة. معاكم الرابط اللي بعد كده.
عايزاه يبقى ما بيننا كده رسالة أنا اللي هقراها، الذات بتاعتي أنا، رؤى أيضا وبعد كده نعم رؤى بن الشيخ من تونس، مرحبا بكِ. محاسن ميشاكي محاسن من السعودية، مرحبا بك. محسنة، نعم الأستاذة محسنة، مرحبا بك. هي أستاذة من في السعودية، من السعودية العربية، مرحبا بك. هنا أبو داوية من تونس، مرحبا أيضا. ريم العامري من تونس، رشا إبراهيم من دولة الإمارات، مرحبا أيضا. نورس من تونس، مرحبا بك. من أيضا؟ نورس فريجة من تونس، مرحبا بك. حياة حسين من تونس كذلك، نرحب بك. مرحبا بكل الدول اللي بتقول ما شاء الله أبدعتم. الأستاذ عبد السلام العيري من تونس، مدير مدرسة في تونس، مرحبا بك. هو متابع وفي الجمعية. عواطف بالظاهر معلمة من تونس، مرحبا بك أيضا. أستاذة سكينة، بالنسبة للبادلت بهذا الشكل، من عرف بنفسه في الأول أين نجده؟ متعودة على عشان هو بس انا عاملاه طولي، فهو مش مشكله، هو كده مفيش مشاكل، حتى لو احنا ما نسينا حد، هو انا هيبقى معايا انا كل التفاصيل دي. فرحانه بيكم، سعيده. يعني عايزه اقول لك، ايوه هو السهم يمين وشمال استاذه ياسمين، بتجيبي بس هو خليكي في الاتجاه اليمين، هينزل لك كل جديد. نعم هناك أستاذة عزة معلمة مصرية، أهلا بيك يا عزة عادل. منى الدريدي تونس، أهلا بيكي، أهلا بيكم كلكم. احنا طبعا لو فضلنا كده، يعني هو انا شايفة ان في ناس لسه بتكتب، بس انا مش عايزة اضيع وقت حضراتكم. الرابط موجود، وهستمر اشوف مشاركاتكم، وهنتظر من كل اللي شاركني في الرابط ده، هنتظر تقييم لي أنا شخصيا كمدرب، وتقييم للجمعية وأدائها الرائع. بجد بشكرهم على كل الرائعة، وكل القامات المدربين مشكورين. هنرجع نخرج من الرابط البدلت أو التعريف بحضراتكم، ونيجي على ورشتنا النهاردة. وبشكركم مرة تانية على تفاعلكم. أستاذة ياسمين هنقفل الشير ونفتح الباور عشان الوقت. بس تمام، احنا طبعا متفقين بعد بسم الله الرحمن الرحيم ان احنا النهارده ان شاء الله هنبدأ في ورشه بعنوان التنميه المهنيه، وعايزه من حضراتكم تفاعلات على الشات. يعني ننسى البدله دلوقتي وننسى الرابط اللي احنا بنتفاعل عليه، وعايزه تفاعلات على الشات دي، تقول لي يعني ايه تنميه مهنيه، يعني انت لما شفت الاسم ده انت شعرت بايه، او ايه اللي دار في ذهنك. بما اننا بنتكلم النهارده على تدريب، يعني مش خطوات، مش تكنولوجيا، عايزين نعمل دردشه مع بعض. فهنتظر في الشات تعليقات لحضراتكم عن تعريف التنميه المهنيه. احنا طبعا عارفين ان التنميه المهنيه دي جزئين او كلمتين، فعايزه تعريف ليها. وقبل ما عبال ما احنا نعمل تعريف في الشات كده، احنا متفقين مفيش قواعد للعمل ما بيننا، احنا القواعد ما بيننا ان التفاعل التفاعل التفاعل. اي حد من حضراتكم طبعا المايكات مقفولة، فهنرفع نستعمل رفع اليد بس في نهاية المناقشة، وهنسمعكم، وانا معاكم لاخر الوقت، هسمع من حضراتكم كل
تفاعلاتكم ومناقشاتكم معايا، فهنتظر تعريف أو اتنين كده للتنمية المهنية في الشات. مفيش أي تفاعل ليه؟ تمام، طيب نكمل، مفيش مشكلة نكمل. أستاذة ياسمين معايا؟ تمام. احنا قلنا الأول إن احنا هنعمل تعريف للتنمية المهنية، احنا هنتكلم على المحاور، والمحاور دي كانت معروضة في الإعلان بتاع التدريب، وهنتكلم على أهداف التنمية المهنية، هنتكلم بالخصوص عن التنمية المهنية للمعلمين، هناخد آليات التنمية المهنية للمعلم ومجالات التنمية المهنية. تمام، ونبدأ بأول حاجة في تدريبنا النهاردة ونعرف التنمية المهنية. احنا لو قلنا اتفقنا ان التنمية المهنية ده هو تطوير للشخصية، يعني التنمية المهنية دي مجموعة عمليات بتشكل الهوية المهنية لينا، الهوية المهنية اللي هي خاصة بالحياة المهنية او بعملنا، وده بيأثر فيها خبراتنا الحياتية والتربية من اول الايه الصغر، يعني من النشأة. يعني انا ببتدي اعمل لنفسي تنمية مهنية او تطوير لشخصيتي، هل يا ترى انا زي ثابت زي ما انا، يعني انا من في دراسة زي ما انا، في مجال العمل زي ما انا، معلم زي ما انا، خرجت من كارير التعليم ورحت مكان اداري فما بقيتش معلم في الوقت ده، خرجت من الفصل الدراسي ودخلت على المكاتب وبقيت اداري في الشؤون الادارية، ده زي ده، يعني هل دي زي ده؟ وفي نفس الوقت انا عملت ايه لنفسي، يعني انا ايه اللي انا ايه العمليات اللي انا قدمتها لنفسي او استنبطتها او خدتها من كدراسة او تدريبات او قراءة او مجال خبرة، يعني انا خدت ايه الخبرات اللي انا يعني اتميزت بيها او عملتها في الفترة دي. طيب لما أنا أقول تاني، أدخل تاني على حاجة تانية وأقول أنا بعمل التنمية المهنية دي إزاي؟ أنا طبعا أسفة أستاذة ياسمين، خليكي معايا معلش، عشان أنا أنت عارفة إن أنا شغالة من الفون، ف أنا معك تمام، فخليكي تمام. أغير. أوكي، أديني الشريحة التانية. نعم وصلت. لا ما وصلتش. تمام، طيب احنا برضو لو خدنا التنمية المهنية بتعريفها العام وقلنا ان هي قرارات متعلقة بالحياة المهنية، احنا اتفقنا من المهنية يبقى بالعمل، خاصة بالعمل، انا هتعلم، انا هعمل في مجال عملي، هبتدي اتنقل عشان اوصل لمستقبل مهني افضل، يعني انا بعمل لنفسي موضوع ان انا بعمل لنفسي تحسين لوضعي المهني او تحسين لوضعي العملي، يعني انا في كارير عمل معين انا بخرج منه الكارير ده وبقدر اتصرف على اساس اني مش ببقى ساكن في مكاني، يعني انا معلم رياضيات مش هو المعلم التقليدي اللي هو داخل بالدفتر بتاعه في قلب الفصل الدراسي، وكمان ان انا اخد دفتري ده من سنين من سنوات، مش عارفة في صوت، طيب تمام، اني اخد كمان مش كمان الدفتر اللي هو الدفتر اللي بجدده او اللي هو كشكول التحضير بتاعي، اني انا بجدد تحضيري للدرس بتاعي يوميا، لا ده احنا بننقل الدروس بسنوات، يعني بنقعد سنين متواصلة بنقل الدرس، نفس الدرس نفس الدرس نفس الآلية، يمكن اوقات بتبقى نفس الوقفة في الفصل الدراسي بنفس الكلام، العملية التعليمية فيها جمود، ما بعملش اي حاجة، ما فيش اي حاجة انا غيرتها، لا 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 لا، احيانا كمان في الشكل كمان ما غيرتش حاجة، التفاصيل اللي هي البسيطة دي ما اتغيرتش، لا انا المرة دي عايز اخد مجموعة مهارات، مجموعة قرارات، مجموعة يعني هقول مجموعة
عمليات توصلني إن أنا أحسن مستقبلي المهني، أحسن من وضعي المهني، أحسن من الكارير بتاعي، من شخصيتي أنا. يعني لما احنا قلنا أو لما جالنا الفيروس اللعين كورونا ووقف الدنيا ووقف الدراسة ووقف المدارس ووقف العمليات التعليمية، كان وقتها هنقف ونقول خلاص هنعمل ايه؟ مفيش عندنا، مفيش خروج، مفيش مدارس، مفيش فصول، مفيش طلاب. لا، مش هقف لحد كده. قلنا بعدها تعالى نفعل الاونلاين او التعلم عن بعد او التعليم عن بعد ده، وهو في دول كتير جدا جدا كان نظام متفعل اصلا وشغال اوريدي مع الدراسة الحية او الدراسة الواقعية. فما وقفناش، ما ينفعش اقف، لازم اجدد من الحياة، لاني مش هتقف، هي مش هتيجي. انا لو انا استسلمت لقرار او لمرض او لاي تغيير في الحياة، يبقى حياتي هتقف، والحياة مش بتقف. لازم اعمل ابذل قصارى جهدي وابذل كل الوسائل واشوف الطرق والوسائل اللي تساعدني على تحقيق هدفي في المستقبل، وهو اني اكون معلم مميز، اكون مهني مميز، اكون مهني افضل، اكون مهني. وكلمة المهني دي هي خاصة بالعملية، مش بس التعليمية، لا، ده هي خاصة بعملية العمل. اي فرد بيعمل او كمان كونه دوره ولي أمر في الأسرة، أب أو أم، فهو عليه إنه هو يحسن من مستقبله المهني ويسعى للوصول لأفضل صورة ليه. طيب نكمل. ده باختصار تعريف للتنمية المهنية، وإن إحنا بنقول فيها إن أنا بكمل الحياة أو بكمل العملية الخاصة بيا كفرد من أفراد المجتمع، سواء أنا طالب، سواء أنا أم، سواء أنا ولي أمر، أب أو عامل أو معلم أو مهندس أو طبيب. أنا بحسن من حياتي المهنية، بطور من استراتيجيات عملي، بطور من أدائي، بطور من، يعني الطبيب بياخد كورسات ليحسن من أدائه، مش مجرد بيدرس وبيذاكر، مش مجرد ان هو خلص الكلية بتاعته وابتدى يشتغل هو كده كده خلص، لا طبعا. طول ما هو بيسعى وبيدرس وبيبحث بيشوف مباحث اخرى، فهو كده بيعمل لنفسه تنمية مهنية. تمام. لو انا جيت خصصت التنمية المهنية بتاعتي النهاردة للمعلم، وجيت اتكلمت على العملية التعليمية، هقول فيها ايه؟ ايه اللي يخص المعلم؟ انا عايز احسن اداء المعلم، اظبط واطور من مفاهيمه ومن مهاراته ومن معارفه علشان احسن من مستواه المهني في العملية التعليمية، وكمان اقدر اخليه يكون عنده قناعة بالاهمية التنمية دي، وكمان القيام بالواجبات بتاعتها. يعني مش انا لو عندي قناعة باني لازم اطور من نفسي، هطور من نفسي. لما جينا ندخل ونبقى مدربين في المدارس ونبقى مدربين في الادارات، ونقول تعالوا احنا هنعمل المعلم التقني او المعلم المهني ان هو يطور من ادائه، الناس كلها استغربت، هنعمل ايه؟ انا معلم ومكتفي بكده، انا معلم طالع هطلع معاش، انا معلم هطلع مثلا اخد معلم خبير، اللي هي الدرجات القيادية في العملية التعليمية، مش محتاج حاجة تاني، مش عايز حاجة تاني، انا خلاص بشتغل وباخد اجر مقابل ده، ومش عايز اي اغير من نفسي، انا عاجبني نفسي كده. ازاي يعني؟ ازاي حضرتك هتفضل كده؟ يعني ازاي حضرتك هتبقى السنة دي زي السنة الجاية زي السنة اللي فاتت؟ مفيش جديد، ايه التغيير ده؟ حتى زي ما بقول لحضراتكم، دفتر التحضير نفسه اللي هو بقوم بيه في شرح الدرس للطلبة، انا ما بغيروش، ده انا باخده كوبي وبست من القديم للجديد، اعمل كوبي وبست كده وانقل، بغير التاريخ والوقت والتاريخ فقط لا غير، وأغير اسم الكلاس اللي أنا داخل فيه، لكن هي بنفس الاستراتيجيات، بنفس الآلية، بنفس الطريقة، بنفس طريقة الشرح. ما ينفعش ده كده، غير يعني حاجة غير طبيعية وغير مقبولة. يبقى أنا عايز عملية بتضم لي مجموعة إجراءات ومجموعة خطوات منظمة،
ومخطط لها، يعني هانتج في الآخر إني هعمل عملية نمو مهني للمعلم ده أو لي كمعلم، وأحسن وأزود من المعارف بتاعتي والمفاهيم والمهارات بما تتقرأه الرؤية الحالية، يعني المعلم زمان كان إيه ودلوقتي إيه، فإيه المطلوب من المعلم بتاع زمان إن هو يعمله عشان يواكب العصر اللي إحنا فيه ويواكب التطور اللي إحنا فيه، وكمان يقدر يوصل لمستوى الطالب. حضراتنا إحنا ما بيننا وما بين عقل الطلاب في باع زمني، وكلنا شايفين ده. لو حضراتكم معلمين هتبقوا حاسين ولمسين التفصيلة دي بالتفصيل. أنا مش عايزاكم طبعا تكونوا مش معايا كده، يعني عايزة أي رياكشنات، حتى لو يعني حتى لو عملتولي إنه مش عاجبكم الكلام، بس أي رياكشن. أشكرك، أشكر كل اللي بيتفاعل بسهولة. طيب ندخل على الشريحة اللي بعد كده. شكرا، هايل هايل. لا طب انتوا صحيين. أستاذة ياسمين انت اللي نمتي مني. لا انت كده. طيب. هذه الشريحه انا بعد. نعم. خلاص اوكي ما فيش مشكله. طيب احنا زي ما احنا نقول. نعم هناك تاخر ما بين الضغط ومن عرض الصوره. تمام. زي ما اتفقنا وقلنا، أنا هعمل إيه لما أجي أطور نفسي وأجي أعدل من نفسي كمعلم؟ إحنا دلوقتي بنتكلم على المعلمين خاصة، الكلام للتربية للتنمية المهنية كعام، لكن إحنا دلوقتي بنتكلم على المعلمين. أنا لما عملت دورات تدريبية ولما عملت برامج تدريبية وزي ما عملنا ندوات وورش زي اللي حضراتكم فيها دلوقتي، ده تنمية مهنية. يعني لما حضرتك ضغطت على الرابط، لما شفت الإعلان بتاع الجمعية التونسية وقلت إيه النهاردة هيتكلموا عن إيه، أو أنا متابع، فأنا متابع دوراتهم كل يوم، بشوف دورة أو تدريب وغيره وغيره كده، وانتشرت ما شاء الله ما شاء الله كافة الأماكن اللي بتقدم البرامج التدريبية أو الدورات التدريبية مجانية أو مدفوعة بشكل أكثر من رائع. يعني ما شاء الله يخلي كل إنسان أصلا مش عاوز أو مش حابب يغير من نفسه وينمي من نفسه، لأ ده أنا مديك كل الاوبشن وكل الامكانيات ان انت تطور من نفسك. فالبرامج التدريبيه دي تنميه مهنيه. الندوات والورش، سواء كانت كنا بنحضرها في الاماكن كأوفلاين كبرامج حيه او دورات حيه زي ما حضراتكم شايفين في الصوره اللي قدامكم دي، كانت عباره عن هقول ايه، مش هقول ورشه عمل قد ما هي خبره ونقل معلومات وتناقل ما بيننا وما بين بعض، معلومه ولو معلومه صغيره خالص. انا الصوره راحت من عندي ولا تمام؟ اوكي رجعت تاني. تمام كده. لا اوكي هندخل على الشريحه اللي بعدها ان شاء الله. يبقى بقول شكل الاجتماع او التدريب او البرنامج التدريبي هو تناقل خبره. انا بنقل خبرات ما بيني وما بين، وكافه الخبرات دي ممكن تكون على المستوى الدولي، ان احنا في دوله واحده، في مثلا في مصر، فبنتقابل كل المحافظات وكل المناطق في مكان واحد وبنتقابل نشوف خبرات بعض التعليميه، وانا بعمل ايه في الكلاس بتاعي وزميله وزميل وهكذا. وممكن كمان تكون حاجه دوليه من دول مع دول أخرى. واتنقلت البرامج دي من الدورات أو البرامج التدريبية اللي هي في القاعات وفي قاعات التدريبية أو المحاضرات، واتنقلت بقت كمان مش بس كده، بقت كمان أونلاين وبقت عبر التعلم اللي عن بعد. كلنا في أماكننا زي ورشة العمل اللي احنا فيها دي، خير مثال للتنمية المهنية هي وكل ورش العمل اللي بتقدمها الجمعية والجمعيات الأخرى. طيب ندخل على الشريحة اللي بعد كده ونشوف. فلو قلت أنا اتفقنا إن احنا شكل التنمية المهنية دي باخدها من إيه؟ أنا قلت زي ما قلنا مثال بسيط ليها هي زي الدورات والبرامج التدريبية. لو جينا نتكلم بالراحة كده عن أهداف التنمية المهنية، أنا هدفي أصلاً إيه لما أعمل تنمية مهنية لنفسي كمعلم؟ أنا بعمل إيه؟ عندي
تدريب مستمر، بدرب المعلم مستمر، واتفقنا تدريب والنوع التدريب بقى بقى اتنين، بقى نوعين. كان اول الاول كان هو تدريب ان انا بروح ادرب المعلم في مكانه، او بجيب المعلم في قاعة من القاعات ونعمل التدريب. لكن دلوقتي بقى التدريب في تدريب اوفلاين وتدريب اونلاين، تدريب عبر الهاتف وتدريب وحضرتك في البيت وتدريب وحضرتك في القاعة، والاتنين ما شاء الله بينجزوا نفس الإنجاز. وبقى في التفاعل اللي هو كل، يعني ما بقتش مجرد ان انتوا، يعني انا يعني اتمنى اكون انا واصله لكم، شايفيني انتوا في لانجوج بادي ما بيني وما بينكم. اوكي، هي صورة مقفولة او الفيديو مقفول، لكن صوتي، تفاصيل التعامل ما بيننا، احنا بنتعامل مع بعض وكأننا في القاعة، بقاعات افتراضية. تمام. لو قلت بعد كده تنمية الصفات القيادية للمعلم، ما هو أنا لما بدربه كتير ببتدي أعمل عملية صفات قيادية، بزرعها فيه، ببتدي أعمل قيادات، ببتدي أنشئ قيادات. لما أجي أقول تأهيل المعلمين أصحاب المؤهلات غير التربوية، طبيعي لو أنا معلم ومش واخد تربوي، يعني مش معايا الدراسة كدراسة تربوية، فأنا ممكن كمان أقدر أخلي المعلم ده أأهله إنه هو يكون تربوي، وإنه يكون يقدر يدير العملية التعليمية والفصل الدراسي على أكمل وجه. يبقى كده بعمل له عملية تأهيل علشان أنا بدربه، فباخد منه التفاصيل السلبية اللي عنده، وبنقل له خبرات، وبنقل له واقع تدريبي يخليه مؤهل للعملية التعليمية. بزود المعلم بمهارات جديدة زي إيه؟ لو جينا نتكلم كده، أنا المعلم التقليدي اللي هو واقف في الكلاس أو واقف في الفصل الدراسي بالقلم أو التباشيرة أو السبورة، التعامل ده خلاص ما بقاش هو بس، ده أنا بخليه معلم تقني، بخليه معلم تكنولوجي، بخليه يدخل للطالب يديله المعلومة، وبعد ما بيديله المعلومة سواء يجمعها له عن طريق فيديو، يوصل له المعلومة عن طريق فيديو، يوصل له المعلومة عن طريق ساوند صوت يسمعه، يوصل له المعلومة عن طريق كارد كروت يشرح له عليها المعلومة، ازاي يعمل معاه ورشة عمل وينتج اصلا المعلومة، ده الطالب هو اللي يتوصل ليها بايده لو دخل معمل او نزل اي مكان. يبقى بزوده بان هو كمان يعمل للولد مهارة، مش مهارة التلقين، مش هو المعلم الملقن، انا عايزاه معلم قادر ومبدع ومبتكر، ويقدر يوظف التكنولوجيا في خدمة العملية التعليمية. يبقى أنا كده بزود له مهارات جديدة، منها مهارات تكنولوجية، ومنها مهارات تربوية، ومنها مهارات تقنية خاصة بالفصل الدراسي. طبعا بزود المعلم بالمستجدات، والمستجدات دي المقصود بيها زي ما احنا قلنا ايه، كل جديد، خليك مش تقليدي، بلاش النظرة القديمة، خلينا نطور من أدائنا، خلينا نتغير، خلينا نشوف إيه ولادنا محتاجين إيه. طيب هايل، أنا متفق إن المستجدات دي أنا اللي محتاجها أكتر من الطالب، لأني عايز وقتها أكون على نفس القدر ما بيني وما بين، أو المساحة قريبة ما بيني وما بين عقل الطالب اللي قدامي. احنا عقول طلابنا وعقول أولادنا أكبر بكتير مننا، واحنا متخيلين ان احنا المعلمين واحنا الآباء، ان احنا اللي أكتر واحنا اللي أكثر خبرة واحنا اللي أكثر فهم وأكثر تعليم. لا لا لا، الحقيقة مش كده خالص، الواقع بيقول ان الطفل والطالب وابنك سبقك بمراحل، فلازم تقدر تواصل و تعمل لنفسك تنمية مهنية علشان تقدر، مش هقول تسبقه ولا تلحقه، على الأقل تكون تتابعه، تبقى في تتابع ما بينك وما بينه. بعد كده هعمل رفع للكفاءة، طبيعي أنا لما أعمل مهارات جديدة للمعلم وأزوده بالمهارات التقنية وأزوده بالمهارات التكنولوجية وأزوده بالمستجدات وأعمل له تأهيل لو هو غير تربوي وأعمل فيه صفات قيادية، كل ده هيعمل لي إيه في الآخر؟ هيعمل لي رفع كفاءة، يعني أنا هبقى معلم ذو كفاءة عالية، هبقى معلم غير تقليدي، هبقى معلم مختلف، هبقى معلم مبدع، هبقى معلم مبتكر. تمام. هعمل تنمية اتجاهات المعلم، انا عايز اخلي اتجاهاته اتجاهات
نحو المستقبل المقبل للطلبة. اتجاه المعلم يكون مش هدفه ولا اتجاهه انه هو يصحى الصبح يروح المدرسة يقول الكلمتين اللي عنده وخلاص، لأ شكرا ما بقاش كده. انا عايزه اتجاهات المعلم تدخل في حاجه تانيه جديده تخص في الاخر الطالب، ان هو ينتج لي منتج، الطالب ده منتج بالنسبه له، منتج مختلف، منتج مبتكر، منتج مميز، منتج مبدع، منتج قادر على تغلب على المشاكل اللي هتقابله في سوق العمل، منتج اصلا قادر يقابل سوق العمل. تمام اتفقنا. ندخل على الشريحة اللي بعد كده، عايزة برضو كمان تفاعلات، أشوف أي تفاعلات كده منكم. لو احنا اتفقنا وقلنا ان اهداف التنمية المهنية للمعلمين ان انا اعمل اضافة زي ما احنا قلنا قبل كده، بصوا حضراتكم حتى يعني ايه الصورة دي جميلة قوي، انا بتحرك بخطوات ثابتة وخطوات مش ثابتة في الوقت، لأ ثابتة يعني مدروسة يعني معروفة، بعمل بضيف معارف مهنية جديدة ليا، بعمل تنمية المهاراتي، المهارات دي ممكن تكون كافة مهارات، يعني مهارات من كافة المهارات، مهارات تكنولوجية، مهارات نفسية، مهارات فكرية، مهارات معنوية خاصة بالمشاعر والأحاسيس ما بيني وما بين الطلبة، القدوة، إن أنا أبقى قدوة ما بيني وما بين الطلاب بتوعي، إن أنا أعمل تنمية وقيم أقدر أؤكد عليها للسلوك المعلمين. يعني أنا لما بقول أعمل تنمية للمعلم أنا بزرع فيهم قيم داعمة تكون سند ليهم وتكون هي الداعمة للسلوك بتاعهم. إزاي يكون قدوة للطلبة؟ إزاي الطلبة يقتدوا بالمعلم؟ إزاي أثبت القيم دي وأكد عليها علشان أقدر أكون قدوة ليهم؟ إن أنا كمان أمكن المعلمين من تحقيق تربية ناجحة. أنا عايزة المعلم مربي زي كان، يعني عايزة أقول إن دور المعلم اختلف شوية وما بقاش الدور اللي هو منوط بيه، ما بقاش هو الدور اللي هو مسؤول عنه، إن هو يكون مربي، يكون قبل أن يكون معلم يكون هو بيربي ابنه وبيربي التلاميذ، وكمان مش أي تربية، لا ده تربية ناجحة، تربية قائمة على قيم ومبادئ وأخلاق هنمي فيهم ده، بس لازم أكون أنا عندي المبادئ دي وعندي القيم دي علشان أقدر أخرجها لطلابي وأقدر أكون بالنسبة لهم قدوة ويقلدوني فيها. تمام هندخل على الشريحة اللي بعد كده. أشكركم، يا رب ما تكونوا نمتوا. تمام، لو جينا نتكلم بقى على المجالات اللي أنا أقدر أعمل فيها تنمية مهنية أو مجالات التنمية المهنية للمعلم وهتكلم فيها، أنا عندي نمو مستمر، عندي نمو مهني دايما كلمة نمو يعني في تجديد وفي زيادة وفي حاجة بتكبر قدامي وحاجة بتنمو قدامي، يبقى الاستمرارية دي، يبقى أنا بعمل تنمية مهنية مستمرة للمعلم، هعمل رفع مستوى الأداء في العملية التعليمية طبيعي، أنا لو وصلت إن أنا عملت نمو مهني للمعلم مستمر هيكون الأداء في العملية التعليمية ذو مستوى عالي أو ذا مستوى عالي، سوري لو اللغة العربية بتاعتي مش تمام. طيب هعمل على رفع مستوى أداء المعلم، أنا بنميه مهنيا فأنا هرفع مستواه، ومقصودش في المستوى ده إني بقلل من المعلم أو بحقر منه، لا يا فندم أبدا، حضراتكم يعني المعلم هو قامة، والمعلم هو إذا صلح التعليم صلح المجتمع بأكمله، فالمعلم ده هو رمانة الميزان بتاع المجتمع. أشكركم. يبقى أنا بحسن مستواه العلمي، بحسن مستواه التقني، بحسن مستواه المهني، ما بتكلمش على مستوى، كمان بدعم في أخلاقيات عايزاها توصل، لإني أنا مسؤول، أنا مش أي حد، أنا مش أي حد تاني، بقول مش أي حد في أي مكان، لأ أنا معلم فأنا قدوة فأنا كل، يعني سوري أنا أقول مثلا إني لما في المنظومة التعليم الجديد ولما جينا نتكلم مع الطلبة الصغيرين، طلبة الكيجي وطلبة الصفوف الأولى، لما جينا نتكلم معهم في الدروس الجديدة كان في درس منهم جميل قوي بيقول إيه، ارسم أي حد بتحبه،
لك أن تتخيل إن الطلاب في الفصول ما كانوش بيرسموا باباهم ومامتهم اللي هم بالنسبة لهم كل حاجة، كانوا بيرسمونا إحنا، كانوا بيرسموا كل واحد بالتفصيلة، يعني تفصيلة المعلم بالشكل، لو معلم بيشرب سجارة كان بيرسمه كده، لو معلمة كان لبسها ليها لبس معين أو طريقة لبس معين كانوا بيرسموها، لأنه هو قدوة بالنسبة له، هو بيحبه. فهو ده إحنا، أنا عايز المثال للمعلم يكون خير مثال، يكون لما يقتدي بيا الطلبة بتوعي أكون خير قدوة، مش مجرد إني معلم بالاسم وخلاص. هعمل تحسين لأداء المعلم؟ تمام. وأنا لما أعمل له تنمية مهنية في مهاراته ومعارفه اللي بيعرفها كده بيحسن أداؤه، لما أقول له إن الدرس ده خلاص مش هينفع يتشرح بالآلية دي، تعال خد آلية جديدة واستراتيجية جديدة واعمل لنفسك مهارات جديدة، هلاقيه بيحسن من أدائه. طبيعي إن هو هيحسن من أدائه، وده زي ما قلنا كده تدرج تدرج بنوصل ليه من خلال العمليات تنمية الإيه المعلم. لما اجي اقول تنمية الاتجاهات الإيجابية، لا انا لسه مخلصتش، انا عايزة الشريحة التانية. تمام. لما اجي اقول تنمية الاتجاهات الإيجابية في العمل التربوي، تمام، انا باجي اعمل فوكس كده او سبوت كده على المهارات الإيجابية والاتجاهات الإيجابية. انا عايزة العمل التربوي ما بيني وما بين الطلبة كله بزود فيه وبنمي فيه كل المهارات الإيجابية، كل الاتجاهات الإيجابية في العمل بتاعي. بزود المتدرب بالمعلومات التربوية، أنا لما بعمل تنمية مهنية للمعلمين فهو بالنسبة لي مدرب، متدرب، أنا بدربه، أنا مدرب بدربه على إيه؟ بزوده بمعلومات شكلها إيه؟ بزوده بمهارات إيه؟ المهارات اللي أنا بزوده بيها، يبقى بزوده بمعلومات تربوية ومهارات تساعده على تحسين أدائه وتساعده على رفع مستواه كمعلم، وكمان تساعده على رفع مستوى العملية التعليمية أو الأداء في إيه؟ في الفصل الدراسي. يبقى بعمل له عملية إشباع من المعلومات، ما فيش حاجة اسمها إشباع من المعلومات بالشكل المطلق، طول ما احنا عايشين، طول ما احنا بنتعلم، طول ما احنا بنسعى على إن يبقى فيه أكتر وأكتر وأكتر. تمام. بعمل تدريب للمتدرب على كيفية تطبيق النظريات، أنا مش هشرح له النظريات بس، أنا مش هحفظه النظريات بس، لا ده أنا هقول له طبقها واربطها لي ما بينها النظرية اللي مكتوبة في الكتاب أو في الكتب وما بين الواقع اللي إحنا بنعيش فيه حاليا. ما ينفعش تطبقني نظرية بتعيش في واقع أنا مش عايشه، تجيب لي واقع من الخيال أو تجيب لي واقع ماضي ومضى وعدى، أنا عايز تطبيق نظريات بالواقع الحالي، بالواقع اللي أنا عايشه دلوقتي ما بيني وما بين الطلاب. وكمان أربط النظريات دي بتفاصيل العمل وتفاصيل الدراسة، يعني أربط الدراسة بالعمل، ما تبقاش الاتنين منفصلين، أنا بدرس حاجة وباجي أعمل حاجة تانية. تمام. هنرجع ناخد الشريحة اللي بعد كده واتكلم كويس قوي عشان اقول مثلا ان انا اما اجي احسن اداء المعلم. الشريحة استاذة ياسمين. تمام. اما اجي احسن اداء المعلم انا محتاج منه زي ما انا قلت ان انا عايزاه ادعم فيه الدور التقني، والدور التقني هنا مسؤول، يعني هتكلم شوية على بما اني خاص بالمعلمين مش بأي مهنة اخرى، فمحتاجة اني اكون عندي تنمية الكترونية، تنمية مستخدمة للتكنولوجيا، والتكنولوجيا دلوقتي بقى استخدامها صارخ، ما بقاش طفل اللي هو ذو السنة 3 سنوات يعني بيعرف في التكنولوجي أكتر من معلمين يعني بلغوا من العمر أرزلوا، وهم مش عايزين يغيروا نفسهم، هم مبسوطين كده. فأنا بعمل عملية تنمية مهنية إلكترونية، أنا دلوقتي بتكلم على استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية. وتعالوا بقى لما دي مش هينفع نتكلم فيها محاضرة، ده التكنولوجيا في العملية التعليمية محتاجة أكتر من ورشة وأكتر من سيشن نتكلم فيه. التكنولوجيا في التعليم زي ما احنا حضراتكم مع بعض دلوقتي، ده مثال، انتوا حضراتكم بتسمعوني ازاي وبتتفاعلوا معايا ازاي، ودلوقتي بلاقي رياكشنات معايا دلوقتي بتتفاعلوا ازاي، ده تكنولوجي. يبقى انت حضرتك علمت نفسك، نميت نفسك،
وقدرت تسمع وقدرت تدخل، كنت الأول مش عارف الرابط ده بيعملوا بيه ايه. طب انا كنت الاول بدخل اسمع، مش قادر اتفاعل، مش قادر اكتب يعني ايه تشات، مش عارف اعمل في التشات ده حاجة، مش عارف اعمل الرياكت ده جايبه منين. فده حضرتك عملت لنفسك تنمية مهنية بسيطة خالص، مش محتاج حاجة. ايه ده، ايه ده، ده وسعت شوية او كبرت شوية، ده انا بقيت اعمل اصلا الورشة دي. يعني انا بقيت مش مجرد مشارك ومستمع، لا ده انا بقيت اشارك واتكلم واشارك وانظم اصلا تدريب وانظم ورشة، وانا بقيت مدرب في المكان الفلاني، وكمان انا بقيت قائم على التدريب، وهكذا وهكذا. يبقى انا كده عملت استخدام تكنولوجي. ده بالنسبة لي انا كشخص. الشخص ده معلم، هو محتاج يعمل كده. طب تعالى بقى لما يدخل الطالب عندك في العمل في الفصل الدراسي، وتكون حضرتك بالنوعية الأولى زي البداية خالص، إني مش عارف هو بيعمل إيه، يعني مش عارف هو السبورة الإلكترونية دي مش عارف أتعامل معاها، التابلت التعليمي ده أنا مش عارف أتعامل معاه، شكلي إيه قدام الطلبة بتوعي. تخيل هو يعني احنا بنبقى قدوة ليهم، شايفيننا فوق وبصر لنا حاجة، ان احنا عندنا معلومات كتير جدا جدا جدا، نعرف عنهم حاجات كتير جدا جدا. لما يكتشف الطفل الصغير ده او الطالب اللي موجود قدامك ان انت مش عارف حاجة، وان انت مش قادر، ان هو بيعلمك، ان هو بيقول لك اعمل كذا، ده دي كذا، دي بنفتحها من هنا، دي بنشتغل دي عليها، دي بنشير منين، دي ازاي، يعني شكل لينا ازاي، انا استنى، يعني انا منتظر ايه تاني اكتر من كده. كمان انا عايزه اقول، لما حضراتكم في البيوت بتيجوا تتعاملوا مع اولادكم، بيجي يقول لك ايه، انت لسه بتعمل بتكتب حاجه على برنامج الوورد، او بتكتب حاجه او بتعمل حاجه على اي تطبيق من التطبيقات، يقول لك انت هنا، انت لسه هنا، انت لسه هنا، لانه هو سبقك بزمن. احنا عايزين نبقى معاهم، نبقى على نفس الفكرة، عشان ما يبقاش في مشاكل ما بيننا وما بين اولادنا، علشان ما يجيش في يوم يقول لي انت مش هتفهمني، وانا مش هفهمه، لاني انا في دنيا وهو في دنيا تانية خالص. يبقى استخدم التكنولوجي واعمل عملية تنمية تكنولوجية واعلم نفسي دلوقتي. كان زمان المجال صعب، كان زمان لازم اروح المكتبة، ولازم اروح احضر الدورة التدريبية في المكان البعيد، ولازم ادفع فلوس كتير مقابل مادي عشان اروح اخد الدورة التدريبية المعينة. دلوقتي الموضوع بقى مختلف تماما. دلوقتي بدخل زي ما بيقولوا كده، جوجل ما خلاش اي حاجة، ادخل على اي سيرش وابحث عن الحاجة اللي انا عايزها، واجيبها واتعلمها واعلم نفسي. ده كمان مش بيقول لك علم نفسك عشان انت هتكسل، لا، طب احضر للناس اللي بتعال اللي عندها القدرة وعندها الاستعداد، واستفيد وتعلم، وكمان خد من ده وعلم غيرك. يبقى انت كده نقلت الايه، الخبرة بتاعتك. طيب نكمل برضو، عايزة الرياكشنات ما تفصلش عشان انا اللي هفصل منكم. طيب لو جينا نتكلم على، قلنا زي ما اتفقنا على مجالات التنمية المهنية، المجالات بتاع التنمية المهنية عديدة. لو جيت اتكلمت عن البحث العلمي والاكاديمي، زي ما احنا قلنا، انا ببحث، انا طبيب، انا معلم، انا مهندس، انا اي عمل معين أنا بدور فيه وبقرأ كويس وبقرأ وبدور على المكتبات وبدور على الكتب وبدور على إني لازم مجالي البحثي ده ومجالي إني أتعلم وإني أخد حاجة محسوبة ومكتوبة ودراسات وخبرات سابقة من ناس سبقتني في المجال ده، أتعلم منهم وأقدر أعمل تنمية لنفسي. أجي تاني على المجالات، وقلت إن أنا أصمم، أتكلم بقى شوية في المناهج وفي التطوير، أعمل تصميم للمناهج وأطورها، مش مجرد مناهج عادية عقيمة، مجرد معلومات وحشو للطلبة بالمعلومات، لا، أتعامل على تصميم معلومات وأطورها وأطور من المناهج دي بطريقة تخدم العملية التعليمية، وبطريقة تخدمني سوق العمل بعد كده للطالب. أعدل السلوك، أعمل عملية تعديل للسلوك، وده بوصل بيه، أو الخطوة دي بوصل لها من لما بأوصل للتنمية المهنية، وأقدر أعمل تنمية معينة، تنمية تربوية، تنمية تكنولوجية، تنمية
في مجال معين بقدر أوصل لتعديل السلوك واتجاهاتي أنا كمعلم، بعدل من سلوكي. أنا بقول أنا قدوة، فأنا لأني زرعت في التنمية المهنية دي، زرعت في المعلم تعزيز قيم، عززت فيه القيم وعززت فيه الخبرات وعززت فيه الأخلاق، فأنا بعدل من سلوكه. تمام، باجي أعمل تطوير في المجال التخصصي. أنا ما أنا تخصص أنا معلم، تمام، فأنا تعليم مادة الرياضيات، يبقى أنا بعمل حاجة بروفيشنال شوية، بتخصص شوية في التخصص بتاعي. أنا بعمل بحث علمي وأكاديمي كعام، كدراسة عامة. لما أجي أعمل تطوير في مجالي يبقى أتخصص بقى في المجال بتاعي. أنا بحضر تدريبات كافة التدريبات، لكن غصب عني كده بميل شوية لتدريبات المادة بتاعتي، وكلنا حضراتكم بنفس الإيه، بنفس الكيفية دي. أعمل تطوير ليها وأتخصص وأبقى كمان يعني اللي هو إيه، أعزز المراحل القوة أو أعزز نقاط القوة عندي في مجال تخصصي. ننقل على الشريحة اللي بعد كده، وبرضو عايزة استجابات، مش عايزين ننام. امتى بقى اقول اني عايزة اتكلم عن مراحل عملية التنمية دي؟ المراحل، اي عملية، اي تغيير، اي تنمية، اي نمو، لازم فيه مراحل. ومراحل التنمية المهنية مش كتير، ده مراحل التنمية المهنية لو احنا خدناهم في 3 نقاط كده، هخطط للتنمية، هخطط للعملية التعليمية بتاعتي، هعمل مرحلة تنفيذ، وهعمل مرحلة تقويم. ما ينفعش أنفذ من غير ما أكون مخطط، ما ينفعش أدخل للدرس بتاعي وللطلبة وأثناء الحصة الدراسية من غير ما أكون مخطط كويس للدرس بتاعي، من غير ما أكون مخطط كويس لتنفيذ الحصة. هنفذها إزاي؟ آلية التنفيذ إيه؟ أنا خططت لده مسبقا، أنا قلت هستعمل اكتيفيتي ايه، هاخد من الطلبه هشرح لهم المعلومه دي، اوصلها لهم عن طريق ايه. طب يا ترى انا هاخدهم واناقشهم فيها ونعمل مناقشه وحوار ما بيننا وما بين بعض. طب يا ترى انا هعرض ليهم فيلم او هعرض ليهم فيديو، يا ترى انا هعرض ليهم ساوند يسمعوا صوت كده، يسمعوا كلمات او يسمعوا مخارج حروف او حسب الطريقه. يا ترى انا هاخد لوحه واعرض لهم عليها الدرس بتاعي، يا ترى انا هاخدهم ونرسم الدرس بتاعنا ده على الرمل تحت في الجاردن بتاع المدرسه، وهكذا وهكذا. يبقى انا مخطط كويس قوي انا هعمل ايه في الدرس بتاعي، واجي على مرحله التنفيذ لو انا مخطط كويس مسبقا هنفذ بطريقه كويسه، وهنفذ بطريقه صحيحه، وهنفذ بطريقه درس، وتوصلني للنقاط اللي انا محتاجها الطالب يوصل له بسهوله جدا لو انا خطط. بعد ما اخطط وانفذ وعمليه التنفيذ، لازم اقول تعالوا ده في فيدباك صغير كده، تعالى نقوم بعض، تعالى نعمل تقويم وتقييم، والاثنين بعملهم في عمليه التقويم. تمام، يبقى برجع اقول له انت استفدت ايه؟ طب ايه ده؟ طب تعالى ناقشني، طب اسال السؤال، حد جاوب فيه، طب في استجابات. طيب حضرتكم انا بعمل تقويم دلوقتي، انا بقول لك اعمل لي رياكشن، عرفني حضرتك معايا ولا مش معايا، نايم ولا سايب التليفون، ولا بتسمعني ولا مش بتسمعني. تمام، يبقى مراحل عملية التنمية بالنسبة للمعلمين تخطيط وتنفيذ وتقويم. ندخل على الشريحة اللي بعد كده. طيب ده مهم قوي وهناخد فيها شوية كده، ومش عايزاكم تزهقوا. لو جينا نتكلم على أساليب التنمية المهنية، قولولي بقى يعني إحنا هنتكلم في التنمية المهنية، إحنا سردناها كلها وإحنا بنتكلم بالتفاصيل. أساليب التنمية المهنية، الإنترنت اللي إحنا حضراتنا دلوقتي عن طريقه وصلنا لبعض، وعن طريقه وصلنا للورشة دي، وعن طريق الإنترنت وصلنا دي. ونرجع نقول ايه، انا ما عندي مشكله في الانترنت فما قدرتش اتابع الورشه اللي كانت السابقه، او مثلا عندي مشكله في الانترنت فمش هقدر اتابع تدريب النهارده، عندي مشكله في الانترنت فمش قادر اتواصل معاهم، عندي مشكله في وهكذا. يبقى الانترنت ده هو ده انا وصلت ليه، ده مثال بسيط. طب ما هو الانترنت ده
انا دخلت منه وعملت مباحث للبحث التعليمي اللي انا عايزه، دخلت على اكتر من سيرش او اكتر من مبحث ودورت على المعلومه اللي انا عاوزها واستفدت منها. يبقى الانترنت انا محتاجه في ده، محتاج الانترنت في ان انا اعمل تواصل ما بيني وما بين الطلبه بتوعي، تواصل ما بيني وما بين المعلمين لو انا بدرب معلمين، تواصل ما بيننا وما بين بعض كمعلمين او كطلبه مع بعض. يبقى الانترنت وده اسلوب من اساليب التنميه المهنيه، محتاجه جدا جدا جدا. ما بقاش واستعمال الانترنت مش في التشات وفي المكالمات، هو وسيله. يعني انا اعمل تشات ما بيني وما بين اصدقائي، ما بيني وما بين اهلي، اعمل وسيله اتصال، الانترنت زيه زي اي وسيله اتصال، بوصل بيها للتواصل ما بيني وما بين الطرف الاخر. لكن هو انا محتاجه في التنميه المهنيه مش وسيله اتصال في او وسيله تعارف، لا انا محتاجه كوسيله، وسيله لاني ادور واشوف مباحث البحث بتاعتي وانا محتاج ايه. انا هحضر تدريب يبقى هحضره عن طريق الانترنت، انا هدور على في سيرش معين او في مبحث معين على معلومه معينه انا عاوزها، فهدور عن طريق الانترنت. انا هدخل اعمل احضر اجتماع او احضر تدريب او احضر ورشه يبقى عن طريق الانترنت. تمام، يبقى الانترنت محتاج حلقات وحلقات نتكلم فيه، وحضراتكم كلكم يعني اعمق مني واكتر مني خبره في المجال ده. طيب لو جينا نتكلم على حاجه اسمها التدريس المصغر، والتدريس المصغر ده مقصود بيه يعني انا بتعلم وبعلم ايه. انا دلوقتي بعمل عمليه تدريس، يعني العمليه التعليميه انا بصغرها قوي، لان انا بخلي مثلا الفصل الدراسي ده انا ممكن اعمل عمليه تدريس ما بيني وما بين طالب واحد، ممكن اعمل عمليه تدريب ما بيني وما بين مدرب وانا بس، يبقى او اتنين او اكتر. او فبعمل عمليه ان انا بنقل عمليه التعليم او العمليه التعليميه في ايه، في حاجه مصغره، وده اقدر ايه من عن طريقها اقدر اعمل تنميه مهنيه. التعليم الذاتي زي ما احنا قلنا، التعليم الذاتي ده برضو يعني هو كل حاجه. لو انا ما علمتش نفسي محدش هيعلمني، لو انا ما اشتغلتش على نفسي محدش هيعلمني، لو انا لو في ورش عمل قاد في ما في اكثر من تدريبات مطيله الحياه، بنروح التدريبات عشان ناخد اخلاق الطرف ونمشي ودمتم، ما عملتش حاجه لنفسي. ده كمان انا مش بقصد التعليم الذاتي هنا ان انا احضر تدريب ولا ده، لا ده اعلم نفسك بنفسك، ذاتي يعني بنفسي شخصي. زي ما انا قلت كده، بستعمل الانترنت ان انا ببحث عن معلومه معينه، يبقى انا كان ما كنتش اعرف بيدخلوا الاجتماعات ازاي، طب بيعمل تفاعل ازاي، طب هو حضرته بيفتح المايك ازاي، طب بيتكلموا ازاي، طب يشوفوني بيسمعوني ازاي. بدخل اعمل لنفسي سيرش معين واعمل لنفسي عمليه تعليم ذاتي واشوف ده اتعمل ازاي، البرنامج ايه، الزوم ده ايه، التيمز ده ايه، الوسائل او المنصات دي بتشتغل ازاي، طب اعمل فيها ايه، طب مطلوب مني ايه، يا فندم نقعد، يا فندم اقفل المايك، يا فندم اقفل الكاميرا، ما انا مش عارف. فانا لازم اعمل لنفسي عمليه تعليم ذاتي، اعلم نفسي بنفسي بدون ما حد يطلب مني ده. والتعليم الذاتي ده عايزاه مستمر، مش في حاجة معينة وبس، أو مش في تخصصي وخلاص، أو مش في المجال في النقطة اللي أنا محتاجها دلوقتي وكده وكفى، لا أنا أعملها عملية إيه ذاتية مستمر. طيب العروض العلمية، العروض العلمية دي العرض اللي احنا زي ما احنا عاملينه ده عرض علمي، أنا دي تدريب محاضرة اهوت، العرض ده باور ده موجود من ضمن العروض الايه العلمية. العروض العلمية دي ممكن يكون فيديو، العروض العلمية دي ممكن يكون مناقشة بعرض فيها، ممكن يكون حاجة ورقية بديها لحضراتكم فبتستفيدوا منها وبتعمل تنمية لنفسك او تتعلم منها. ورش العمل زي ما قلنا لحضراتكم، ورش العمل دي بكافة انواعها، الحية أو اللي موجودة في قاعة، وكمان الأونلاين أو عبر الإنترنت. تمام، وزي ما حضراتكم شايفين دي مثال من ضمن أو من أحد الأمثلة لورش العمل اللي احنا فيها دلوقتي. هي وإحنا ما فيش تفاعل،
انا كنت حابه ان المايكات تبقى مفتوحه ونتفاعل مع بعض وتناقشوني وناقشكم ونقف في النقطه دي وبلاش النقطه دي، لكن هي انا هنتظر منكم مناقشات بعد ما ايه ما نخلص اللقاء. ورش العمل المقصود بيها ان انا بعمل يعني ايه، بعمل مشاركه، مش عمليه تلقينيه. يعني اللي انا فيه دلوقتي وانا بعرض ليكم الباور ده او بعرض ليكم التدريب ده، دي مش ورشه عمل، لاني انا عايزه استجابات منكم، انا عايزه تفاعل، انا عايزه زي ايه اللي هي بيقولي خد وهات كده، يعني نتناقش مع بعض، طب نكمل نعمل الورقه دي مع بعض، طب نشترك في القرار ده، طب نخرج بعد مجموعه اجراءات نعملها مع بعض نخرج بقرار معين لاداء او لحل المشكله دي. انا عندي في كل ورشه عمل او في كل لقاء من ورش العمل بيبقى عندي هدف معين. هدفي ايه النهارده؟ ان انا كنت بنتكلم على حاجه اسمها التنمية المهنية، يبقى أخرج في الآخر من ورشة العمل دي بمجموعة قرارات ومجموعة اتجاهات نخرج منها في الآخر. 1 2 3 حلقات النقاش، أنت وصديق ليك بتتناقشوا في قضية معينة، حضرتك والطلبة بتوعك عاملين حلقة مناقشة ما بينك، حوار ما بينك وما بينهم في قضية معينة في درس. القضية دي مش قضية بالمعنى الحرفي، لا، هو درس أو معلومة أو مسألة، هو ده نقاش بقى، بيدور نقاش ما بيننا، والنقاش ده يبقى محتاج مجموعة أطراف. مش النقاش ده مش أنا اللي هتكلم يبقى أنا كده بناقش، لا، طالما أنا اللي بتكلم لوحدي يبقى ده مش نقاش. لكن حلقات النقاش ممكن يكون من فرد وآخر أو من فرد وآخرين أو من أفراد مع بعض. تمام. الاجتماعات الفنية والإدارية، الاجتماعات اللي احنا بنعملها في الإدارات وفي المديريات، سواء خاصة بالتوجيه، سواء خاصة بالمادة، سواء خاصة باللقاءات الإدارية بالإدارات وهكذا. والاجتماعات دي في منها اجتماعات شهرية، في منها اجتماعات سنوية وهكذا. شكل الاجتماعات ايه؟ كلكم معلمين أفاضل وعارفين ده بالتفاصيل. الدورات التدريبية، واحنا قلنا انا هستخدم الانترنت ورش العمل والعروض وكل دي في ان انا احضر دورة تدريبية او اقوم بالدورة التدريبية دي. يعني انا كمدرب او متدرب انا بعمل لنفسي تنمية مهنية، لو انا كمان كمدرب بعمل لنفسي تنمية مهنية وبستفيد كمان، لو انا خرجت من التدريب او من ورشه العمل دي مش مستفيد من اللقاء يبقى انا ما اتعلمتش ويبقى انا ما عملتش تنميه لنفسي. انا عارفه المعلومات دي اوكي، بس لازم هتستفيدي بمعلومه او برد فعل او بمناقشه او بتعليق ما بينك وما بين المتدربين في القاعه او المتدربين اونلاين. يبقى الدورات التدريبيه سواء حضراتكم كمتدربين او مدربين، والدروس التطبيقيه لو احنا اتكلمنا عليها، طبعا فصل دراسي محتاج ان انا اعمل عمليه دروس تفاعليه ما بين دروس تطبيقيه، بطبق الدرس او المعلومه بشتغلها. لو انا خدت مثلا في معمل الساينس وشرحت درس او تجربه ورايح اطبقها، ودي اساليب من اساليب او اسلوب من اساليب الايه التنميه المهنيه. الندوات زيها زي الدورات، سواء بقى انا مش عايزه اخصص يعني الندوات التربويه، ما هو احنا زي ما بنقول انا حضرت ندوه تربويه عن مثلا تعديل سلوك المعلم، انا حضرت مثلا ورشه عمل عن الاستخدام مثلا الانترنت في العمليه التعليميه، استخدام المنصات التعليميه في العمليه التعليميه، استخدام مثلا على سبيل المثال البرامج التفاعليه في العمليه التعليميه وهكذا، حاجات زي كده. سواء دي في الندوات او في الدورات، الاثنين مش منفصلين عن بعض. تبادل الزيارات، ان انا ادخل مع حضرتك في مكان ونروح مكان اخر، يعني انا اخرج من مدرسه لمدرسه، اخرج من دوله لدوله، اخرج من منطقه لمنطقه واعمل تبادل زياره. والتبادل الزياره دي مش ان انا رايح يعني اتعرف على الناس، لا، ده انا رايح اعمل تبادل للخبرات. فتبادل الخبرات دي نشتغل ازاي؟ ممكن معلومه انا استفيد منها، يمكن طريقه الكلاس نفسه، شكل الفصل نفسه استفيد منه، شكل المدرسه عامل كذا استفيد منها، السجلات والدفاتر والحاجات الاداريه دي تبادل زيارات. الشرح نفسه والطريقه والمعلومه والتقنيه بتاعه المعلم دي من تبادل الزيارات اقدر اوصل لها.
تمام، الزيارة الصفية إني أنا مدير أطلع للصفوف بتاعتي وأتعامل معاها وأشوفها وأتابع، إن أنا موجه بتابع بعمل زيارة صفية للفصول، إن أنا معلم أول بتابع المعلمين، كمان إني معلم أصلا ممكن أعمل زيارة لأي فصل تاني أو أي معلم تاني وأعمل تبادل خبرة ما بيني وما بين المعلم ده. العصف الذهني، واحنا اتفقنا ده يعني استراتيجية من الاستراتيجيات اللي موجودة بتقابلنا كتير قوي، اني عايزة يعني زي مش عارفة يعني يعني ايه، ممكن اقول كده في البداية سؤال واستنى حضراتكم تفكروا فيه واخد استجابات منكم. لو جيت على المحاضرات التربوية والندوات التربوية والدورات التدريبية، ما يفرقوش التلاتة عن بعض، كلهم مكملين سواء تربوية أو تكنولوجية حسب المحاضرة أو الندوة أو الدورة، هم بيتكلموا في الآخر أو بيصبوا في الآخر في حاجة واحدة، وهي المستجيب أو المرسل والمستقبل. أنا مدرب فأنا استفدت إيه، وأنا عرضت التدريب بالشكل اللائق أو المرجو، وأنا كمتدرب خدت استفادة من الدورة التدريبية أو من المحاضرة دي أو من الندوة دي، ولا قاعد وخلاص أو مستني إني بأدي عمل والسلام، إني عايز أنهي إن أنا رحت المكان ده وخلاص، مش محتاج، ما استفدتش منه حاجة يعني بالشكل المرجو. تمام، أنا كده بتهيألي مفيش حاجة تاني. هستأذنك أستاذة ياسمين، أنا كده خلصت ورشة العمل النهاردة، أتمنى من حضرتك تفتحي المايكات للحضور، وعايزة تفاعلات منهم، ويعني نشوف هيقولوا إيه. شكرا لك يا أستاذة سكينة على هذه كل المعلومات القيمة. لمن يريد ويرغب في المشاركة فقط يرفع اليد وسنفتح له، أو إن أردت سنفتح لهم جميعا، وأنت فقط من تسمين من يريد الكلام. تمام لحظة، تمام أنا عايزة حضرتك، معلش أنا عايزة حضرتك تفتحي المايكات للكل، وأنا هستنى من حضراتكم تمام أي استجابات أو أسئلة، أو مش سؤال، أنا عايزة موقف. يعني حضراتكم ورشة العمل دي ميزة بالنسبة لي أنا كسكينة، يعني إني مش معلم بعمل تدريب، انا معايا دول عربيه كتير، انا عايزه مشاركتكم في اللي انتوا خبراتكم في الفصول او خبراتكم في الحقل الدراسي، موقف معين مع طالب، موقف معلم معين مع معلم، موقف معين مع مدير اتعلمتي منه او علمتيه، الاتنين عايزه استجابات منكم. وهستأذن حضراتكم لو في اي حد عايز يشاركني يرفع يد. المايكات مقفولة برضو أستاذة ياسمين. تمام، طب حضراتكم لو في حد، لا عايزين ترتيب بس مش أي يعني، ما تفتحوش المايكات عشان ما نعملش كلنا صدى صوت لبعض، احنا قلنا نرفع اليد. تمام، انا مش قادرة اشوف مين اللي رافع يده. طب هحاول تاني. تمام، اتفضل لي. لورا، مساء الخير، معك لور من لبنان. اهلا بيكي واهل لبنان. الله يخليكي. اول شيء شكرا كثير لجمعيتي على هذا اللقاء، وشكرا كبير كمان لحضرتك. صراحة قبل ما أجي أحضر الورشة كنت باجتماع لطرح بعض القرارات لتعديل المناهج اللبنانية، وكتير انبسطت باللي كنت هلأ عم شوفه من حضرتك، لأن احنا أكيد في تنمية القدرات والمهارات عند المعلم، شغلة كتير عم نشتغل عليها وحاصلين عليها. بضل عنا المناهج خاصة بالدول العربية كلها، أنا بفتكر مش بس بلبنان، لأنه ما كنا كتير عم نشتغل أو محطوط اللي صار معنا بالنسبة لكورونا. بالدول الأخرى وصلوا لهذا المجال وكانوا عم بيعطوا أونلاين باختلافاً عنا،
فنحن انا بفتكر انه كلبنان عم بحكي المفروض ينعمل او عم نشتغل على تعديل المناهج مش بس من اجل التكنولوجيا او التقنيات اللي صارت جديده، كمان ما في اهتمام ب الناس او التلاميذ اللي عندهم صعوبات تعلميه، فالمفروض هيدي كمان يصير في لها تعديل دخول على البرنامج على المناهج، وهون إجبار رح يصير في عندي تنمية لمهارات ولقدرات المعلم حتى يتماشى مع المنهج الجديد. حتى نحن بخلال كورونا صار في عنا تعديل للدروس، صار في حذف لبعض الدروس حتى فينا نكفي بإعطائها أونلاين لأنه في عنا شهادات رسمية، والعطاء أونلاين مختلف كلياً عن العطاء بشكل حضوري، يعني ما فينا نعطي الكم الهائل من الموجود بالمعلومات أونلاين ونتأكد أنه وصلت الكفايات للطالب مثل ما كنا أو مثل ما كان عم بيكون حضوري، يعني اختلف كتير. فأنا بوافق جداً على الكلام اللي حدثك عم تذكريه، وشكراً لك على المحاضرة القيمة. أنا اللي بشكرك ولفتي، يعني مش لفتي نظري، أنت جيتي على أو يعني عملتي ظبط كده على حاجة، لما بعمل تنمية مهنية للمعلمين بقدر أخليه يتعامل مع القدرات الخاصة، مش الإعاقات كمان، يعني القدرات الخاصة دي سواء إعاقة أو أي يعني صعوبات تعلمية أو صعوبات تعلم، هي إعاقات أو صعوبات تعلم، لو ما فيش تنمية للمعلم مش هيقدر يتعامل معاهم. ودي كمان عايزة أقول لك إن هي في أصلاً تنمية مهنية خاصة بصعوبات بالقدرات الخاصة، يعني دي بروفيشنال شوية، يعني لما أنا قلت التخصص هو ده كنت أقصد بيه التخصص، مش تخصص مادتي أنا زي ما يعني كده، لا ده التخصص ده اللي هو لو حضرتك إزاي تبقي أنت معلمة وعندك في الفصل بتاعك أي طالب عنده صعوبة من أي نوع أو عنده قدرة خاصة عنده إعاقة معينة هتتعاملي معاه ازاي. ده محتاج ان انت تكوني دارسه كويس وقادره تعملي لنفسك يعني دراسه مصقوله بتعلم معين علشان تقدري توصلي للايه، للهدف اللي انت عاوزاه. اشكرك نورا، وان شاء الله ان شاء الله يبقى في لبنان وفي الدول كلها ربنا يرفع البلاء والوباء ونعدل مناهجنا، احنا الناس يعني يتناسب مع الطلاب اللي عندهم صعوبات يكونوا موجودين. استاذ عادل اقفل المايك، هتتكلم بعد استاذ عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام. انا جدا فرحان يعني بالانضمام للاجتماع ده، والحمد لله انا بدعم انضمني زمان، يعني اول ما سمعت ام هذه الكلمه دي فرحت، يعني فرحت عبد الله انت. انا من مصر وسعيد جدا. لا يا عبد الله اوعى تكون انت تلميذي، ده انا هبقى مبسوطه قوي. سعيده بيك يا حبيبي، سعيده بيك، مبسوطة ان انت حاضر معايا، مبسوطة قوي. الحمد لله. اشكرك يا حبيبي، اشكرك. انت من اعز الطلاب لقلبي يا حبيبي. اتفضل استاذ عادل. شكرا يا حبيبي. حضرتك مع حضرتكم عادل فرموك، مصر القاهرة، مشرف في الدراسات الاجتماعية وتمهيدي ماجستير في مناهج وطرق التدريس. بصراحة حضرتك مبدعة يعني من الدرجة الأولى، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك في حضرتك وفي مجهود حضرتك، بسم الله ما شاء الله. والحقيقة الموضوع التنمية المهنية، العالم العربي بوجه عام، كل دول العالم العربي في حاجة لإدراك التحديات اللي بتواجه العملية التعليمية، اللي هي منها الموضوع بتاعنا بتاع حضرتك النهاردة، بصراحة هو حاجة مهمة جدا جدا، لأنه في تحديات بتواجه التطوير التعليم في العالم العربي.
لازم نبدأ من المعلم ذاته نفسه، لأنه من أول التحديات اللي هي بتواجه التطوير في العالم العربي هو المعلم نفسه. المعلم نفسه هو بيبقى فيه مشكلة في أنه غير مؤمن بعملية التطوير، وبالعكس بيواجه عملية التطوير. وبالتالي موضوع حضرتك النهاردة وتدريب حضرتك النهاردة، حضرتك النهاردة جميلة جدا جدا، أحيى حضرتك ومبسوط جدا جدا أن أنا كنت يعني مع حضرتك والله، وربنا يبارك في حضرتك وشكرا لحضرتك جدا جدا. أنا طبعا مش أنا دخلت أشكر بس، لكن حقيقة المشاركة هترك زمايلي مشاركات أكتر، وأنا مبسوط جدا 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 لحضرتك وربنا يوفق حضرتك. شكرا لحضرتك جدا. شكرا. أنا اللي بشكر حضرتك وسعيدة بمشاركتك وسعيدة بتفاعلك ووجودك معنا. شكرا مستر عادل. معلش يا حضرتك مش عارفة أرى الاسم بصراحة. مين أستاذة ياسمين؟ ساعديني في قراءة الاسم عشان ما أقرأوش بصيغة غلط. هذا أنا اخترت الشخص الغير مناسب لقراءة الاسم. لا السيد عادل شرموخ، أحمد شرموخ. نعم. لا هو مستر عادل يتكلم. خلاص مستر عادل أنا هنزل إيده حالا. باقي لي اتنين عايزة أشوفهم. طيب عبير دي ولا إيه؟ منسيف ولا أنا عايزة أقرأ كويس. طيب ممكن نفتح المايك اللي رافع ايده. ايوه تفضلي. عبير حسناوي. عبير حسناوي. لا 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 انت عبير. لا انت اللي بتتكلم مين؟ هناك اثنين، منصف بن الاستاذ منصف بن علي والاستاذة عبير حسناوي. ايوه منصف اتفضل. السلام عليكم استاذ منصف بن علي من تونس. سامحني اسفه جدا اسفه للخطا. شكرا شكرا. طيب شكرا أستاذة سكينة على يعني هذا العرض القيم. حقيقة يعني استمتعت يعني واستفدت كثيرا من هذا العرض. فقط يعني عندي هنا مداخلة يعني في خصوص يعني علاقة يعني علاقة التنمية المهنية علاقتها بالبنية التحتية وواقع التعليم. ومعطى الحمد لله أنا معطى يعني الإنسان معطى يعني يحب يريد يعني أن يسعى أن ينمي معطى من مهاراته. أنا نحكي على تجربتي الخاصة أني معطى في الحقيقة مع اختصاصي ليس تربوي، أنا اختصاصي عندي أستاذية في الجغرافيا، ولكن الحمد لله يعني تيسرت يعني الظروف يعني ودخلت يعني للتعليم الابتدائي ودخلت وأقول دخلته عن حب. وهذا علاش يعني أنا اليوم يعني موجود هنا في الدورات هذه، والحمد لله ربي يسر معطى ودخلت الجمعية هذه ونتابع يعني دورات عن كثب، يعني نتابع دورات التكنولوجية، وكذلك يعني أبحث عن الدورات يعني التي هي عن بعد، أبحث عن الدورات التي يعني هي يعني مباشرة، يعني نتنقل معتها للدورات يعني في الصيف في خارج الصيف، ودوما يعني أبحث عن المعلومة وأبحث عن الجديد وأبحث عن التجديد، يعني لأني أؤمن أنه يعني مسار التدريب ومسار التعليم ومسار يعني التنمية المهنية لازم يكون يعني متوازي، لابد أن يكون متوازيا مع التدريس. يعني بعض يعني أعيب على بعض يعني المدرسين أنهم يعني عندما يدخلون للتعليم يظنون أنفسهم يعني أنهم قطعوا مع التعلم، بل المعلم يتعلم ليعلم. يعني حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد، يعني لابد يعني حاجتين التعلم والتعليم حاجتين لازم يكونوا متلازمين مع بعضهم. لكن هنا كنت حاطكم مثلا اليوم على يعني التنميه التكنولوجيه من فضل سيادتك، وقلت فما يعني العديد من المدارس لا تستجيب يعني يعني المعلم يعني يطمح والمعلم يريد والمعلم يريد ان يتجدد ويريد ان يجدد. ولكن انا مثلا درست في بعض المدارس الريفيه يعني ولا غرابه يعني ربما يعني بعض يعني يستغربوا من كلامي، ولكن صدقوني الى اليوم بعض المدارس الريفيه موجوده يعني عندنا ليست فيها ماء صالح للشراب. بعض المدارس الريفية يعني تلاميذها يأتون يعني في الشتاء يعني يعني من رشك واضحة يعني المعلومة، يعني حتى يعني سقيهم في بعض الأحيان يعني حفاية، ونحن في هذه السنوات يعني بعض التلاميذ يأتون إلى المدارس وهم يعني يفتقرون يعني حتى للغذاء. يعني كيف لي أن أقدم يعني التكنولوجيا وأن أقدم يعني التنمية التكنولوجية للتلاميذ وهم يعني يفتقرون
الى يعني الحاجات الاساسيه، وهم يعني ليست لهم يعني يفتقرون الى الامان ويفتقرون الى الغذاء ويفتقرون الى الاشياء الاساسيه. يعني بطبيعه الحال ما دام التلميذ ما عندوش يعني الاشياء التي ينص عليها غرام بسطو، يعني الاحتياج الامان والاحتياج يعني الفيزيولوجي والاحتياج يعني الاحتياجات هذيك، يعني بطبيعه الحال يعني مش يكون مستعد ان يتعلم يعني الفست وظائف في بعض يعني المدارس. لكن الحمد لله احنا نقولوا مع الانسان مش يقول لك لم لست اقول يعني هذا الكلام يعني في يعني في يعني وانا محبط، يعني انا لا احب الاحباط ولست محبطا، ودائما اؤمن يعني الغد افضل باذن الله، يعني ودائما اسعى يعني من ناحيتي وادعو زملاء المدرسين الى السعي يعني. ولكن السؤال الذي اطرحه هنا، اين سلطه الاشراف اليوم بما نتحدث فيه نحن في هذه الساعة؟ يعني أين عندما نتحدث نحن المعلمين في في فيما يتعلق يعني بالتنمية المهنية، أين سلطة الإشراف اليوم من التنمية المهنية؟ أين التنمية المهنية والتنمية التكنولوجية من البرامج اليوم التي تدرس؟ يعني أين هي؟ وثم أيضا هذه نقطة أخرى نحن نتحدث عليها، نحن في حاجة إلى تنمية علاقة المعلم بتلميذه. أنا والله الحمد لله يعني ولا فخر يعني أفرح اليوم لأني مثلا أنا فما تلامذة درستهم منذ 2015، الحمد لله هذه السنة يعني أخذوا البكالوريا ورستوني على الخاص وقالوا لي معناتها الحمد لله يعني سيدي رانا درسناك ورانا يعني أنت من أعز المعلمين معناتها نفتخروا بك اللي درسنا يعني اللي درسنا رسلناك، والله بعض التلامذة نسيتهم أنا يعني رسلناك باش نقولوا لك يعني نحن يعني رانا ندنا الثانوية العامة ندنا البكالوريا. بينما يعني بعض التلامذة الآخرين يعني وكأنه فما يعني أصبحنا نشكو من القطيعة بين المعلم والتلميذ، نظرة التلميذ المعلم تغيرت ونظرة الولي للمعلم أيضا تغيرت. يعني نحن هنا قبل أن نتحدث عن التنمية التكنولوجية نحن في حاجة إلى ما يسمى بالتنمية الأخلاقية. نعم التنمية الأخلاقية يعني خاصة في هذا العصر يعني الذي يعني فقدنا الكثير من الأخلاقيات، ونرجو أن يغير الله حالنا يعني من حال إلى حال. إن شاء الله تكون معلومة واضحة أستاذة، وإن شاء الله تكون معلومة واضحة للخيان، وربي يبارك لك أستاذة، بارك الله فيك. أشكرك وأشكر مداخلتك. أنا هعقب على نقطة وحيدة، طبعا كل الكلام حضرتك مفهوم جدا وبشكرك، وأنا هضيف كمان شريحة أنت أضفتها لي والنهاردة أنا استفدت منك في حاجة فبشكرك وبحقيك. فعلا إيه الربط ما بين التنمية المهنية والبنية التحتية؟ بص هقول لحضرتك حاجة في نقطة صغيرة خالص، في حاجتين جزئين. الجزء الأول هو البنية التحتية هتوقفني عن التنمية، يبقى كده أنا مش بعمل تنمية وأنا مش مبدع وأنا مش مبتكر، وده إحنا اتفقنا عليه. أنا مش عايز معلم عادي ولا معلم مهنة، أنا عايز معلم رسالة. فالمعلم ده هيعمل تنمية لنفسه ما يتحججش بالبنية التحتية. في صورة كانت معروضة من في مدرسة من المدارس الريفية اللي حضرتك زي ما حضرتك بتقول دي كانت عندنا في مصر، كان في مدرسة عادية خالص، مدرسة ما فيهاش أي إمكانيات، كان المعلم حتى مايكروسوفت كانت مستعينة بيها، المعلم بتاع الحاسب الآلي كان راسم للطلبة على السبورة بالتبشير الحاسب الآلي تفاصيله كاملة بإبداع وإتقان على السبورة، وده خدوها مثال لي. يعني هو مش محتاج الجهاز مش موجود عنده أصلا، يعني ما عندوش جهاز، ولا الطالب بتاع اللي موجود معاه في الكلاس عنده جهاز، لكن هو فصصه له رسمه له بشكل مبدع. فأنا كمعلم أنا ما أقفش عند نقطة أني ما عنديش إمكانيات، دي جزء. الجزء الثاني أن البنية التحتية مش هي اللي بتعلمني، يعني أنا يعني أقصد إيه الجزء الثاني اللي كنت حابة أتكلم فيه، أني عندي إمكانيات وأنا معلم ما عنديش رغبة في التغيير، عندي إمكانيات وعندي بنية تحتية كويسة جدا جدا وما عنديش الرغبة في أني أنمي نفسي وأطور نفسي، يبقى البنية التحتية عاملة إيه؟ فديت أبشكرك عليها، وهشوف مشاركة المشاركات اللي بعد كده. أستاذ عبير اتفضلي. عذرا قبل الأستاذة عبير، لقد وضعنا الآن استمارة تسجيل. عدة أشخاص عندما ننشر الشهادات يقولون لم نجد اسمنا، لم نجد الشهادة، إن لم يسجلوا في رابط الاستمارة رابط الحضور فلا يجدون شهادة، لذلك ندعو الجميع للتسجيل في رابط الحضور وستصل مشاهدات إن شاء الله.
تمام، هأكد على كلام أستاذة ياسمين. رابط الحضور في الشات هنضغط عليه ونسجل عشان يطلع لينا الشهادة إن شاء الله. تمام، وأنا كمان بعد الرابط ده هنزل تاني رابط الخاص بيا أنا عشان تعملوا لي تقييم من حضراتكم، ده يعني رجاء شخصي مني. عايزة حضراتكم في الرابط اللي أنا هبعته دلوقتي، عايزة منكم تقييم لورشة العمل بتاعت النهاردة ما بيننا. اتكلموا بمنتهى الصراحة، عايزة نقد عشان أتعلم عشان أستفيد، زي ما أنا لو أنا حد منكم استفاد مني بأي معلومة أنا كمان عايزة أكون استفدت منكم. أشكرك طبعا أستاذة ياسمين، وأشكر الجمعية على أشكركم سعيدة. نعم، هي شارة حقيقة، نحن نعد هذه الشارة شارة المدرب العالمي المجدد، هو لمن يقدم ورشات ناجحة، نحن نعطيه هذه الشارة، سعيد أنه نعم، أشكرك. إذا درب أي شخص خارج حدود وطنه لمعلمين عرب فهو يعتبر بالنسبة لنا مدرب عالمي ومجدد، لأنه يدعو للتجديد، لذلك نحن نمنحك هذه الشارة وهذه الشهادة، وهذا قليل عليك. أشكرك أشكرك، ومن هنا أنا بدعو كل اللي حاضرين معانا وكل اللي بيشاركوا معانا في الورشة النهاردة إنهم يكونوا مش مدرب عالمي ولا مدرب ولا مدرب، أنا عايزاك تكون مبدع متجدد في أي مجال حضرتك فيه، سواء كنت معلم سواء كنت أب سواء كنت أم، أي حاجة أنت موجود فيها المكان بتاع حضرتك خليك مجدد خليك مبدع فيه. تحياتي ليكم وبشكركم، ومش عايزة أنسى الناس اللي احنا أنا وعدتهم إن أنا هسمعهم، فحضرتك أستاذة منى أو أستاذة عبير أي حد منكم يفتح المايك. السلام عليكم مدام وعليكم عبير، السلام. تفضل. شكرا شكرا لكم، شكرا لك الأستاذة الفاضلة على المداخلة، شكرا لمدام ياسمين زيدا على الموضوع وهو موضوع هام. مدام أنا حبيت ندخل حاجة بالحق، اللي كان حبيت نضيف حاجة على اللي كان يعني يقول فيه الأخ، يعني بالحق سلطة الإشراف نورمالمون زيدا معناها خاطر هي اللي تشجع مثل هذه المبادرات واللي تاخذها اون شارج، معناها يعني يعطيهم الصحة هما، مي لازمهم دافع قوي معناه، لأن كما قال الأخ احنا معناها بالحق ثم ناس تلقاه بالحق الحاجات الأساسية بالحق معناها ناقص، سيرتو في الأرياف وفي المناطق النائية والبعيدة، بالحق هو المعلم يحاول اللي يفشل معناها يحب يعطي ويحب يقدم ويحب، مي ثم حاجات تفشلوا كما قال ثم ناس بالحق نا با بيو، معناها إنسان بالحق تلقاه بالحق كما يحكي الأخ، يعني حافي عاري معناها بالحق صور مؤلمة هي نوعا ما، وسان فلو معناها هذا الكل يأثر على معناها سواء الأستاذ ولا المعلم ولا المدرس أو معناها التلامذة بصفة عامة، معناها احنا معناها بالحق أنا شخصيا نفرح برشا لأنه هذا موضوع معناها بالحق توب قمة معناها، وصرتو جمعية بالحق عاملة مجهود، وشكرا لكم انتوما الضيف معناها وكل معناها المتداخلين معناها بالحق، لأني مدام عاملة مجهودها معناها بالحق فير معناها عاملة نفس معناها طيارة اللي دافع معناها، وباش نبعدوا على الروتين هذا وكل شيء، وإن شاء الله ربي يوفقنا وإن شاء الله من حسن لأحسن. شكرا. صحيح، أشكرك وأشكر مداخلتك الجميلة وكلامك الجميل، فعلا الجمعية تستحق كل الكلام ده، وأستاذة ياسمين تستحق أكتر من كده. آخر حد معانا تقريبا، في حد تاني؟ أستاذة منى الدريدي اتفضلي. شكرا لكم سيدة سكينة، الورشة هذه كانت ممتازة جدا، أنا فعلا يعني صدقا بعد الله بفضل الجمعية ومجهودات مدام ياسمين تعلمت برشا حاجات من الورشات اللي نحضرهم معاهم، فعلا هذا يعني يطور ويزيد وينمي ويخلي الإنسان يكون عنده حافز باش يقدم القدام. نشكركم وجزاكم الله كل خير.
هشكرك، احنا اللي بنشكر حضرتك لوجودك معانا، وانا مش عايزه اثقل على باقي الحضور، لكن يهمني جدا ان حضراتكم، انا في الرابط اللي انا نزلته ده تدوني يعني فيدباك كده للورشه النهارده، وعايزه حضرتك بس اكتب لي اسمك، اكتب لي تعليق زي ما حضرتك تحب، شوف انا ايه يعني عملت ايه، ممكن كان افضل ان انا اعمل حاجة بالشكل الافضل، فاستفيد منك، اتعلم حاجة من حضراتكم واستفيد منها، واكون شاكرة ليكم. استاذ ياسمين، حضرتك كده تمام؟ الناس سجلت، ننهي اللقاء ولا؟ نعم، يمكنك إنهاء اللقاء، قمنا بتسجيل هذه الحصة والآن وقفنا التسجيل، إن شاء الله.